من اللي يتحكم بالتعيينات؟ ليش هاي الشباب كلها على الطاله بطاله؟ ليش هاي التجاوزات يوميه تركض ورا العالم اللي شايله اللي تقطع رزقه؟ من المسؤول عن هذا السبب؟ ليش ما وين التعيينات؟ ليش ما توفر له بديل؟ عينه وفق له بديل. شوف التعيينات يمين عيننا شوف ليه ليش الشيلهم ذول الناس كلهم على الطالة بطالة اللي يركض ورا التجاوزات. احنا كل احنا مع وي النظام، ماكو واحد مو ضد الحكومة، لا بالعكس احنا كله، بس انت وفق له بديل عينه شوف له شنو اللي اسباب اللي هذا قاعد بالشارع، ليش هاي العطالة، ليش هاي الناس كلها تعبت، ليش شنو اللي وفروا البديل، شنو البديل للناس يعني؟ ليش يعني اذا اهل ما عنده فلوس ما يتعين؟ اكثر شيء فلوس. ليش يعني اذا ما عندي فلوس ما اتعين؟ انا ما عندي فلوس، هاي ضال بالشارع حال الضيم يا حالنا، ماكو فلوس. عما هاي العطاله البطاله قاعده، ماكو عطاله بطاله شغلتنا تعبانه. تعطيهم 50 كيف لك العباس يعينوه؟ ما تعطيهم ما يعينوه، ماكو تعيينات. واذا ما تنتمي، اذا ما تنتمي الحزب هم ما تتعين. خلنا اقول لك شيء من الاخير، اذا ما تنتمي الحزب ما مو مو ما تتعين ولا يتقفون بي. عندك فلوس تتعين، ماكو فلوس ما تتعين. خلني اقول لك لقدام، اول شيء تعيينات ماكو، شغل ماكو. ها عيني الحركه الاقتصاديه متوقفه بعموم العراق نقدر نقول. فاحنا شنو السبب هسه؟ احنا مو عراقيين نطلع للخارج؟ قدرون تطلعونا؟ لا تطلعونا للخارج، خلينا نطلع، نطلع احسن لنا. المن باقين هنا؟ احنا يسمونا الاحياء الاموات العراقيين بالمناسبه، الأحياء الأموات، يعني إحنا ما موجودين على الحياة، لا عايشين لا شايفين شيء. أبسط شيء الشغل ما موجود بالسوق. هسه أنت تريد تطلع، عوفني عوف الخريجين، ما أريد تعيين أنا، التعيين إلك، بس وفر لي شغل خلي أشتغل، وما أريد تعيين، وفر لي قطاع خاص قطاع عام كل شيء كان، أهم شيء المهم نشتغل. تعيينات، كان تسألنا على التعيينات، التعيينات إحنا نعرفها، التعيينات للأحزاب. هذا فضيلة، هذا دولة قانون، هذا بدر، هذا المهم. احنا هسه التيارات الإسلامية كلها ما شاء الله بالحكومة، والإسلام بالمناسبة بريء من هيك نماذج وهيك أشكال. اللي يتحكم بالتعيينات هي اللي جهات العليا اللي بالوزارة، الوزارات صايرة عبارة عن عشائر. هاي الوزارة للحزب الفلاني وللبيت الفلاني، هاي الوزارة الحزب الفلاني والبيت الفلاني، والتعيينات كلها بيديهم. تعيينات موجودة وفلوس موجودة والموازنة بها فائض والسيولة موجودة. يستلم العبادي يقول تقشف وما تقشف، يجي عبد المهدي يقول ماكو تقشف والسيولة موجودة. يا به هسه والله احتارينا وياكم، يا تطلعونا للخارج يا تشوفونا شارة، ما تشوفونا شارة ترى والله العظيم لا تدوم ما دامت الصدام قبلكم. اللي عدنا نفسه وثابت نفسه بأن هو دايمت له والله ما تدوم له. يجيك الخريجين إلهم الله، إلى لا دولة ولا واحد يرعاهم، لا قطاع خاص ولا قطاع عام، شو يسوون يعني؟ وين يروح الخريج؟ عمي الله وكيلك، إلى ما يلتفتون للناس، هاي الناس عبارة عن قلبلة موقوتة، ما تدري بيا ساعة تنفجر عليهم. فسوونا حل، شوفونا شارة يا معودين. ترى والله العظيم هذا الحكي والمهاين والرزايل لو حاكينها على ابسط انسان، انسان فقير بالشارع الله وكيلك ما يتحملها. كافي هسه 30 مليون رزايل وغلط وكلها تغلط عليكم، وسائل الاعلام والقنوات كلها تنقل عليكم. كافي. بالنسبه للتعيينات وخصوصا الخريجين هاي السنوات السابقة واللاحقة، أما أن يكون ولاء الخريج لحزب من الأحزاب، ولاء معين لحزب من الأحزاب يتعين، أما أن يكون الخريج ما له ولاء لأي حزب ماكو تعيين. الحل الآخر أنه يدفع مبلغ من المال، وصل كان قبل 10 ورقات يتعين الخريج، هسه حاليا وصل نص دفتر، وبعدين وصل دفتر، وهم ينطيه لممول من الأحزاب سمسار لحزب معين. عرفت قصدي؟ يعني أكو سمسار لأحزاب معينة يأخذ المبلغ من المال يتعهد لك بتعيينك. والله هو الفساد استشرى يعني، بعد وين تروح؟ هو إذا كان رأس الهرم فاسد، رأس الهرم المتمثل برئيس الوزراء فاسد، رئيس الوزراء هو مختلس، فأنت تجي القاعدة الهرم اصلا فازة، فانت وين يعني؟ هي اصلا هاي هذا الكلام قد يكون يغث البعض، بس هذا الصراحة.
احنا عندنا قاعده الحكومه راس الفساد هي الحكومه المتمثله برئيس الوزراء. اذا كان الفساد من رئيس الوزراء فبعد الثلاث تعتب على الجواه. الحكومه يعني ايش اقول لك، يعني اذا تقول فاشله اكثر من فاشله. يعني المتخرجين هوايه، يعني اخوي يعني تخرج 2016 ما متعين، انا نفسي انجليزي وعمل السماوه ما متعينين، هواي دفعات ما متعينه، مو بس الانجليزي، يعني تربيه هوايه، زراعه هوايه اقسام ما لها فرص التعيين. وبلكت يعني نقول له الحكومه هاي الجديده سوى شيء، بس ما السبب هي اكيد يعني محاصصه، هذا الاقتصاد المدهوره، الفساد الاداري المالي شيء اكيد، هذا الشيء الحكومه تعبانه. المشكله يعني الناس ما ساكته عن حقها، يعني شو تسوي؟ ما بيتها شيء، تنتخب يطلع مزيان. بالنسبه للجانب الاداري التعيينات اللي هسه حاليا بالعراق حاليا معدومه، يعني اما عندك حزب معين او كتله معينه راح تتعين، بينما من ترجع هسه هاي باقي الشباب اللي جاي تتخرج كل سنة آلاف العديدة منها ظالة يعني ندور مصلحة عامة أو شغل غير معين. أي فاللي نطالبه بالحكومة يعني شوية تلتجئ على هاي الكتلة مال الشباب الطموحة اللي تعبت واللي ضحت وجابت العمر تدرس كله في سبيل تحفز باقي الأجيال اللي راح تجي حاليا. يعني الجيل الباقي من يشوف صاحبه وابن عمه وصديقه تعين بدائرة حكومية بغض النظر عن الشهادة اللي هو متخرج من عندها راح يمكن يعني يشكل عنده حافز يبقى، وهاي راح تشكل طبيعة ثقافية، جيل ثقافي، جيل واعي، جيل متربي في سبيل يعني عنده في شيء معين يوصل له فكرة. اي فما عندنا غير حاليا احنا كشباب ككتلة شبابية على شغلة واحدة، على انه الطالب من يتخرج يشوف له وسيله معينه على مود يعيش بها، وهي مكسب العفو متوج دراسه التعيين والاستقرار والمستقبل لا اكثر ولا اقل. وشكرا لكم ورحمه الله والديكم. اولا حرامات على الشباب هاي اللي تخرجت قاعده واحد من العثماني عند ثلاثه بالبيت صفطنا الشهاده وذبيناها، نجي للعمر مالتي عمره 45 لا وظيفه لا شهادة لا علم، كل شيء ماكو. شباب عطالة بطالة بالسوق هاي قاعدة، والدور آخر شيء يشيلوها من بسطياتها. بعد وين تروح؟ تتجه لغير طريق، لو مخدرات لو بوق. بعد الحكومة ما شاء الله الأحزاب ملتهي بالمقاعد كلها، كل الأحزاب شلع قلع ولا واحد تعيينات ماكو لهم بس للمحاصصة مالتهم 100%، لأن أنا أعرفهم ما أحد واحد. الأحزاب من ساسة الراسها ما أدى أسميها شلع، مش 100% بفلوس، 40 ودفتر و50 ورقة 100% هاي. بعد شكو رعاية ماكو، شبكة ماكو، من السقوط لسه 2003 لسه حصة ماكو. بعد المن نخليه نشيل نطل الجناسي مالتنا لهم ونروح، آخر شيء نقفل العراق القفل لهم ونطلع للخارج. والله والكهرباء نطفيها ما نعوف لهم، بالأصل هي طافية. احنا اليوم هسه تشوف نحن جاي طلبة، هسه احنا طلبة بالمحد، يعني احنا بعد لنا اشهر ايام عديده يعني معدوده راح نتخرج. شايف يعني انت تشوف هسه اغلب الطلبه يعني واحد مني يخلص يروح له عمال يشتغل له شيء زين. هاي الناس يعني هسه مسؤول او شيء، هذا يعني وصل الى مرحله يعني عمره عبر 60 عام 65 عام 70 زين، خلي يفسح لنا مجال. احنا الطلبه احنا ناس مثقفه، ناس يعني نقدر كل شيء نسوي، بس خلون مثلا البلد بيدينا، بيد الشباب هاي الوعي المثقفه، كل شيء نقدر نسوي، كل شيء. خلي يفسحون لنا المجال، خل يسووا تخطيط عندهم، يعني مفروض عليهم يعني تركونا مجال، بس احنا الشباب احنا نقدر كل شيء نسوي. طاقات عندنا كل شيء نقدر نشتغل، كل شيء نقدر نسوي. عد انا اخوي وعد صديقي وعد ابن عمي وعد كلهم ذولا متخرجين، متخرج القانون راح تلقاه بالجيش، متخرج يعني هواي المهندس كله قاعده زين. تترجى من عندنا بعد الشاب، يعني حتى طموح ضاع من عندي، طموحنا ضاع من عندنا. بعد ماكو واس واحد حتى يدرس، ما عندنا واس قسما بالله. ندخل احنا محاضرات غير ماكو واس، جاي اغلب الطلاب مو بس انا احكي كامثل يعني المحل الطلبه. في اعتقادي انه الكوادر التدريسيه جاي تضم هواي اعداد من الاساتذه والمعلمين ذوات الخبره القديمه، انه المفروض يطلعون تقاعد يفسحون المجال للشباب اللي عندهم طاقات هواي.
يعني. وشغله ثانيه انه البنى التحتيه مراكز تدريس ما جاي يصير عندنا بالمحافظات، ولا شفنا انه مراكز تدريسيه جديده على مود تضم كوادر جديده من الشباب. مشكله الاحزاب، مشكله الكوادر اللي ما جاي تطلع تقاعد، مشكله فاسحين لهم المجال وقاعدين هم حتى ما يقدرون، يعني ما يقدرون مثل طاقتهم القبل الشبابيه، كبره ما يقدرون يمارسون يعني عمليتهم. استاذ اكو فساد هوايه يعني بالنسبه للاحزاب، بالنسبه ما اخصص بواحد الحزب، بس هي نشوفها جاي نشوف عينك عينك جاي تصير وجاي تفننون بالفساد اللي بيننا. ما دمرتنا غير الاحزاب، هذا مكلب يلف. انا خريج انجليزي صار لي 4 سنين قاعد، وين هالتعيينات؟ ادق عمال الله وكيلك ليل نهار، هاك تعيينات ماكو، الشباب قاعده، ولد عمي 5 سنين صار لهم قاعدين لا تعيينات، مو بحزب، بس هي الاحزاب هذا مكلب بيها ذاك مكلب بيها، هاك شيء غير هاي؟ دراسة ما بيها فائدة بعد، حتى اللي يداوم ما يداوم بعد، ماكو واس ماكو تعيين، لا ولد عمه قدام اخوته 5 سنين قاعدين، شو يسوي بها الدراسة؟ هي الدولة، اكو غير الدولة والاحزاب هاي الفاسدة هي دمرتنا غير الاحزاب. هذا 5 بني يعني بس بدي اعرف احنا عراقيين ولا مو عراقيين؟ احنا مستقبلنا وين؟ زين ليش ما يسنون قانون التقاعد؟ احنا شو وقت نحصل فرصتنا؟ انا راح صار لي 11 سنه متخرج، يعني حتى الان اذا حصلت عين بعد ايش قد يعني بعد؟ زين ليش ما يسنون قانون التقاعد يعني يكون ينصف الخريجين هذا يتخرج يقعد، كل اللي يتخرج يقعد، اعطي مجال افسح مجال الغير يخلي هاي طاقات شبابيه جاي تقعد يعني يتخرج وشهاده عاليه وعنده يعني معدلك الزين وش اسمه وتالي يروح يشتغل عامل لو يشتغل حاطه بسطيه وقاعد بالشمس طالب ما عنده ما يعني شو هي هاي هي مكافاتنا كافات قدمت معاملات لمن عجزت ما خليت الاداره ما دقيت بابها حتى بالجيش ما انقبلت يعني لان ما عندي احزاب ما ضمن الاحزاب ومردتنا وسقطتنا الاحزاب الله لا يوفقهم جاه العسير لا تعيينات لا وظيفات لا ملا شيء مو ان عمل البلديه قاعد تلحق ببراني على البسطيات هذول كسبه مو هسه احنا كل مو كل احنا هنا كل احنا هنا مصاحبين عوائل احنا هنا صاحبين عوائل البلديه قاعد تركض ببرانه رقي المقام قاعد يركض ببرانه المحافظ قاعد يركض ببرانه ما 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 قاعد نشوف شنو احنا هنا عيشتنا عيشتنا وين احنا مو احنا مغام من شعب العراق لو لا عيشتنا وين هسه هذول كلها هذول كلها البسطيات وكلها هنا مصاحبين شهايد ماكو لا تعييناتك ولا اسخان مجهك وكل شيء ماكو هسه انا هسه هنا مو انا هم معاوض لا راتبك وما الرعايه لا دنيا كل شيء ماكو كل ما اروح للدار يقولون ماكو ماكو عمه ماكو يقول لك الدوله ما عندها فلوس بس قاعدين هناك مو قاعد يبوقون قاعد يبوقون هناك بالكراسي كل شيء ماكو انه هاي البلديه مو قاعد تركض برانه هم كلهم ما هسه شي تريد فلوس مو يعينوك ماكو فلوس مو تقعد وتبيع بالكلينز مو هاي تاليتنا كبيلك الحسين وقعد تركض برانا البلديه